سيجي جانا ساهل الحمد لله يا ربي. تاريخ وجغرافيا كيف الاول طحنا على الحرب بارده مصطلحات، ثانيا عندك شخصيات تاع مخلطين تاع حرب بارده والثوره، والجزء الثاني طاح لك على الثوره الجزائريه في التاريخ، وفي السيجي وفي الجغرافيا طاحت لنا تاع التقدم والتخلف والاقتصاد تاع الولايات المتحده الامريكيه، وهادو هما ساهلين الحمد لله. لغات اجنبيه لي دو سوجي كانوا ساهلين باش ما نكتبوش، لي دو سوجي ساهلين. السوجي الاولاني طاح لك على القضيه الجزائريه ودوزيام على الحرب البارده. الجغرافيا ثاني ساهل شغل تحفظ تدي، ما كانش زعما ما تحفظش ما تديش ولا زعما هادو، ولا الاسئله الغير مباشره كلش اسئله مباشره. كان الموضوع ساهل شغل اللي يحفظ شويه برك يجيه ساهل يقدر يجاوب عليه، وما مدارونا بزاف اسئله تاع ثقافه عامه شغل ما بنادم ما حفظش يقدر ريبوندي بثقافه عامه، ومليحه شغل حنا هاد الخطره لغات اجنبيه دارونا دي سوجي شويه صعاب وصعبونا شويه، بصح تاريخ وجغرافيا صافا كان ساهل ماشي كومبليكي بزاف شغل تقدر تجيب عليه نورمال. حنا الشعب الادبيه يعني دوك دوزنا تاريخ وجغرافيا يعني الحمد لله جا ساهل في متناول الجامع، واش اقترحوا لنا ثاني كان كلش طاح الحمد لله وان شاء الله فيها خير. انا حبيت نقول لكم باللي جميع واحد تعب ان شاء الله يجيب الباك، وهذا خدمنا داروه هنا ساهل في متناول الجامع، خلينا الموضوع ثاني.